السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا في حضرتك يا دكتوره، منوره معانا والله، ربنا يكرمك. الله يعني يبارك فيك، الله يكرمك يا بسام. بصي يا دكتوره، وانا بس بصي انا متجوزه من 10 سنين، تمام. تمام؟ وانا جوزي اصلا طبعه هو من الناس اللي هو يعني الساكت تماما تماما يعني. فانا عارفه الموضوع ده من اول، يعني من فتره الخطوبه انا كنت عارفاه، بس انا كنت متخيله ان احنا بعد الفتره دي ان الوضع هي يعني مش هيزداد، هو هيقل، لان هيبقى في بقى يعني في حاجات مشتركه ما بيننا بقى وفي ولاد وكده. بس للاسف بقى هو الوضع زاد زياده عن اللزوم، يعني زياده عن اللزوم بقى، يعني مفيش اصلا حوار نهائي خالص خالص يعني. فاحنا وصلنا بقى لمرحله اللي هو انا ايه، كان الاول طيب ماشي، طب انا والله ان شاء الله هتغير او كده. دلوقتي لا، انا هو انا كده يعني، انا مش عارفه اتغير. طب بس استني، اولا يا ابتسام صوتك صغير جدا ما شاء الله، ما يقولش خالص ان انت 10 سنين متجوز. وانا متجوزه وانا في الكليه. طب تمام، حلو جدا، عشان نفضل صغيرين كده هما اللي يعجزوا. طيب بص يا ابتسام، دلوقتي اللي انت طالباه من التغيير، اللي انت طالباه من التغيير ان زوجك الصوت قطع يا دكتوره خالص. سامعاني كده؟ طيب صوت حضرتك ها استاذ كده محمد، طلع. الصوت تمام كده عندك؟ طلع. تمام. انا اقصد اللي انت محتاجاه في التغيير من زوجك بس الحوار، انه يتكلم معاكي ويبقى في مادة حوار بينك وبينه. بس لان هي دي عامله مشاكل كتيره جدا معايا مع ابني خالص، بس انا محتاجه كده بس يعني. طيب اسمعوا اسمعوا بقى وبعدين انا مش وهسلك. عارفه، هقول لك يا بسام اسمعيني. وحاجه كمان بقى يا دكتوره، معلش ها اقاطعك يعني. قولي. طيب بجانب الحوار بقى، يعني انا عايزه اللي هو في دلوقتي هو وصل له مرحله ان انا ما بقتش متقبله شخصيته، بس انا لا، انا مش متقبل، انا مش متقبلاها، بس انا بقاش في حوار، فمش عارفه اعمل ايه. فدي عايزه يعني عايزه ارجعها تاني، يعني الشغف الوضع دلوقتي والحب بقى فيه جزء سيء. الشغف والحب وان يبقى فيه تمام يا دكتوره، مشاعر. تمام تمام يلا بينا. تعال تمام خلاص، يلا. الموضوع ده انتهى، مات عنه. تمام. بصي يا كل زوجة، يا كل زوجة اسمعيني من فضلك. زوجي ما بيتكلمش، اتجوزت ابو الهول، والله لو ابو الهول نطق كان جوزي نطق. الراجل بره عمال زي البغبغان بيتكلم وبيضحك، وجوه البيت يعني ما بيتكلمش، ولا في مادة حوار ولا في اي حاجة ما بيننا. وابتديت ان انا خلاص انا فقدت الحب والشغف و و و و كل الكلام ده خير وبركة. والله خير وبركة انك انت اكتشفت المشكلة فين، لان في كتير جدا جدا من الزوجات تقول لك ايه، والله يا دكتوره ايدان صوابعي العشره شمع، وبعمل مش عارفه ايه، وانا زوجها اللهم بارك، والله وبيتي نظيف وعيالي كويسين، لكن هو برضه مش ما بيرضينيش حتى بكلمه، ما بيقوليش كلمه كويسه. ليه بنفقد الحوار؟ فمعرفتك الاول، بس عايزه احييك يا ابتسام على الموضوع ده، بفقد ان انت بس فهمتي المشكله فين. طيب المشكله دلوقتي فقد حوار، ليه بنفقد الحوار بيننا وبين ازواجنا؟ وليه بيحصل فصل الحوار؟ حاجه من اللي هقولها لكم دول، يا اما مفيش اهتمامات مشتركه، مفيش حاجه تخليه مع فكره مع فكري نبتدي نتكلموا فيها ويحصل حوار بيني وما بين، مفيش. يا نهار ابيض، بس انا عايزه اجاوب على النقطه دي نبقى سبع، عشان النقطه دي عامله لي قلق مع كل الحريم. هو يعني ايه ما فيش ماده تتحاوروا فيها؟ تقول لك لا، هقول لك على حاجه دكتور، والله في كذا ماده، يعني مثلا عندك العيال، عندك مثلا المدارس، عندك مثلا مستقبلهم، عندك مثلا مشاعرهم، عندك مثلا امه، ها اخواته، ها الوضع الوظيفي، اي حاجه. ولكن المشكله مش ان فيش حاجه مشتركه، لا في حاجه مشتركه لكن ما بنعرفش نتكلم. يجي يتكلم الاهانه والشتايم، وانتوا الجهله، وهو اللهم بارك اللي فاهم كل حاجه، وانتوا كذا، وداخلين نار بقى، انت داخله النار يا دي الزوجه عشان ما بتسمعيش الكلام، وانت يا دي الزوجه هتتشوي في نار جهنم الحمراء والخضراء، ده لو في خضراء اصلا، بسبب ان انت ما انتش سامعه اصلا كلام زوجك. وبعدين زوجك اصلا دوت المفروض ان انت، وبعدين بقى اكتم الحوار بقى، تقول لي كرهت ان انا افتح موضوع، كرهت ان انا اقول له ما اعرفش ايه، كرهت خلاص مش عايزه، انا مش عايزه الراجل ده ولا عايزه افتح، لان كده. يبقى لو مفيش حاجة مشتركة اهتمام مشترك، ولو وجد الاهتمام مشترك مفيش اسلوب الكلام، الاسلوب اللي يخليكي انت ذات نفسك ما تكشيش. يعني تيجي مثلا زوجة تقول لك والله انا كنت فرفوشة وبضحك وزي الفل، والله يا دكتورة هالة، والله كنت جميلة وروحي حلوة كده وبضحك من قلبي، انا اتقفلت،
انا حاسه ان انا حياتي راحت اصلا، انا سني بقى ولا كاني مثلا عندي 20 ولا 30 ولا 40، ده انا ولا كاني عندي 80 سنه. انا خلاص فقدت روح الحياه بسبب الراجل النكدي اللي انا متجوزاه ده. هو مش نكدي، هو مش فاهم يعني ايه احاول واحده ست، هو مش فاهم يعني ايه ان المفروض بيني وما بين زوجتي نوع من انواع الحوار، اللي هو ده الزاد، دي الميه اللي بتروي زوجتك يا ابني. والله زوجتك دي ورده، الميه اللي بتسقيها الكلام معاها بس، الكلام. طيب يبقى ما فيش اهتمام مشترك. رقم اتنين، ما فيش حوار صحيح، طريقه حوار صحيح. انا اديكم دلوقتي اسلوب حوار صحيح لبعض. تالت حاجه الملل. يعني ايه؟ تقول لك يأست يا اختي، بقالي 10 سنين و20 سنه هقعد اعلم في المتعلم يعني يصبح ناسي، اعمل ايه يعني؟ طب ما انا بقول وانا بقى، وبعدين هو انا بقى يعني، هو انا المفروض عليا؟ وانت كل مره تقولي بقى الزوجه هي اللي تعمل، الزوجه هي اللي تعمل، وانا اللي المفروض اعمل؟ وهو فين يعني؟ انا مش ده الراجل ده بعم الراجل ده ياخد خطوه ويعمل كذا ويسوي كذا، المفروض هو يقوم بالخطوه الاستباقيه دي. بصي، اللي بيحب وصاحب العقل وصاحب العقل السليم في العلاقه يبتدي ليه؟ عشان بيت وعشان في اولاد. ما بقولكيش اكتمي نفسك وموتي نفسك، وما بقولكيش كده، بس بقولكيش ما تدوريش حوالين نقطه من فراغ. في ملل، اكسري روتين الملل. ايه اللي مخليه مش شوفي ايه اهتماماته؟ بتقول لك بابجي. والله سالت واحده زوجها بعدي ال 40 بتقول لك قاعد على بابجي يا جماعه، ولا التاني مش هتقول لك لا ده ممنوع، والتاني يقول لك لا ده قاعد على لعبه الكوتشينه ولا الشطرنج ولا مش عارفه ايه، ممنوع منعا باتا تكلميني اثناء الامر ده. بتقول لي اهتمام ايه وبتاع ايه؟ هو ده اهتمام هتم بيه؟ اعرفي مدخل بس، مدخل. وانت كمان يا دي الزوج انت مطالب ان زوجتك يعني تستوعب كلام. احنا بنقول على الاقل 250 كلمه او 25 كلمه في ال 1000، 25000 كلمه في اليوم. فانت صبرت اليوم الثاني هتسمع 50000 كلمه، انت حر، هتحوش لك بتاع امبارح وبتاع النهارده. فالاصل ان انت بتسمع. طيب انا جاي تعبان ومش قادر. ايوه بس انت الراجل، وهي كمان قاعده طول النهار مستنيه ان انت تيجي. هي مش قاعده في الطراوه على فكره، هي برده قاعده في عندها شغل بيت وبتعمل وتراعي اولاد والكلام ده، عشان كل واحد بيقعد ينقص من مجهود التاني. لا انت عملتي قليل، وانت بتعملوا ايه؟ ما انتوا قاعدين في التكييف وفي المراوح واحنا اللي مطحونين وانتوا لا لا، كل واحد ربنا خلقه للي هو قده ده، واللي قده اللي انت شايفه صغير ده هي ما بت... بالنسبه لها اجهاد شديد جدا. ده كفايه بس العيال يتكلموا كلهم مره واحده. لكن خليني برده اقول جزء من عليك وجزء من عليه عشان اعيد منظومه الحوار من جديد. طيب اتكلم ازاي؟ تتكلمي كواحده ست. يوم ما اجي اتكلم مع زوج بتكلم كواحده ست، بتكلم كانثى، بتكلم بصوت واطي، بتكلم بكلام رقيق، بتكلم بكلام ما يختلفش عليه اتنين، وتبقى دي حوار، وكلامي يكون جمله صغيره قد كده، وبعدين جمله تانية بتاع، وبعدين ما اقعدش اقول له اكلمه اكتر من 10 دقائق بيفصله. بجد الرجاله بتفصل اكتر من 10 دقائق بيفصلوا فعلا. فانا مش عايزه يعني يبقى الدنيا ايه، الدنيا بالنسبه لهم لا هو كده ومفيش كلام، هو الحوار ولازم تسمعني وتحكي له. وبعدين بقى لما صحيت مشيت الخطوات ديت ثلاث خطوات، وبعدين حولت بقى على الاوضه الثانيه فدخلت قعدت فيها لا 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 ما انت بتعملي ايه ده؟ انت بتوظفي صحيت من النوم وبعدين لبست مش عارفه وبعدين نزلت من على السرير وبعدين غسلت وشي وقعدت افكر وبعدين عملت نسكافيه. لا لا احكي خطوط عريضه في اليوم، ما تحكيليش تفاصيل تموتيه وتموتي اللي بيسمع. لا وخصوصا ودي طبع الرجال على فكره، الرجال شخصيه بتبقى شخصيه لا ليه مش بيرد؟ ليه مش بيرد؟ بتقول لك مش بيرد نهائي ليه؟ لا هيرد، هيرد. بصوا علشان اجيب حوار سليم لازم يبقى في حاجه اسمها اداه الاي كونتاكت. اداه الاي كونتاكت ديت انا بتكلم معاك وبتكلم عيني في عينك، ما هو شايفني ده قاعد على الموبايل. هي قولي قولي يا ما سامعك، سامعك وقاعد على الموبايل وقاعد يعمل وقاعد مش عارفه على اللاب وقاعد مش عارفه ايه. سامع كملي كملي، وبعدين تتكلموا كذا يقول لك وتقول له انا قلت لك، وهو يحلف ولا والله ما سمعتك، وهو صادق ويا صادق هي قالت، بس هو فعلا ما سمعش عقله مش موجود، وعقله في اللي بيعمله ولا اللي بيلعبه ولا بيشيت ولا بيعمل اي حاجه. ففي حاجه اسمها اي كونتاكت وانا بكلمك عيني في عينك، وبنعملها مع الاولاد الصغيرين في التربيه، عيني في عينك وانا بتكلم، ويوم ما بتكلم بتكلم كلام محدد وصريح وواضح، وكلام كله حب ومشاعر، وكلام محدد مهدف بسيط. ما تزيديش عن 10 دقايق في اي حاجه، حطي له خطوط عريضه وشوفيه. إيه طيب انا بحب اتكلم في مشاعري. طب تمام يا دي الزوج من فضلك 5 دقايق في اليوم اديها مشاعرك. 5 دقايق في اليوم قول على مشاعرك. إيه خليها تسمع، إيه خليها انت تسمع مشاعرها. إيه والله كذا وانت اتغيرت. لا حبيبتي طمنها، والله علاج عاد الخرس الزواجي وكسر روتين الملل وان مفيش حوار ما بين الزوجين
تحط الزوجه فعلا في عينك وتخليك فعلا في جوه قلبها وجوه عينها. لو انت راعيتها بس في الكلام، انا فاهم مشاعر، لا باين عليكي زعلانه، لا انت متغيره، تقول لك طب ما هو كان بيعرف في الخطوبه، ما تقوليش ما بيعرفش ومشغول، طب ما كان بيعرف في الخطوبه. صحيح صحيح، ما كان بيعرف في الخطوبه، لا مالك، لا صوتك متغير، لا كذا، ولا ايه الوضع يعني؟ لا، فالمفروض طبعا ان الكلام ده كله ينكسر بالاهتمامات المشتركه، الحوار السليم، تحديد الحوار يبقى واضح ومهدف وقصير، الجمل قصيره، كسر مثلث الروتين اللي بيبقى ما بينهم المشاعر، وان فعلا كذا ما بيردش لا يرد، اعمل اداه اي كونتاكت وابتدي اتكلم. لا مفر لاي حياه زوجيه ما بين الراجل وما بين الست من الكلام، لازم في بينهم حوار. الخرس الزواجي بيبقى طلاق صامت، وبعد كده بعد تباعد الاجساد وتباعد الارواح خلاص يبقى رسمي بقى، خلاص احنا مش فارق انت كده كده معايا ولا مش معايا، كده مش فارق. ندعو الله سبحانه وتعالى للناس كلها يا رب بصلاح الحال، اللهم امين. بصوا يعني موضوع التفاصيل اللي انتوا بتقولوا عليها دي، ما هو ماشي، بس الراجل ما بيحبش التفاصيل، صدقوني والله نصيحه يا كل زوج عشان خاطري ويا كل انثى في العالم، احنا بنحب التفاصيل، احنا ربنا خلينا كده، ما عشان هتعرفي ازاي تربي وتعملي وتشوفي تفاصيل البيت والحياه والدنيا الا بكده. لكن معلش سامحيني، هو الراجل ما بيحبش التفاصيل، ما بيحبش كده كل، لا قولي له خطوط عريضه، والله يا دي الزوج حصل كذا النهارده وكان في موقف كذا، ايه رايك انا كده اتصرفت، طب ازاي التصرف، طب ايه اللي يرضيك، طب انت المفروض احنا مثلا في البيت نعمل ايه، هو الكلام ده. لكن ان انا اخنقه بالتفاصيل، لا. انا عايزه اقول لك ان في نوع من النساء بيتخنق من التفاصيل، يعني لما يبقى عندك شخصيه بصريه مثلا او قياديه مثلا، الشخصيه البصريه عامه ما لا ما توقفهاش على تفاصيل الشخصيه البصريه، اوديها اهداف واديها كذا، تنطلق على النتائج وخلص، تموتيها لو تحكي لها تفاصيل وفتفوته فتفوته، تتخانق يقول لك مش قادر، ده حرام ده بتحكي لي اتنقلت من الصاله راحت معرفش المطبخ عملت ايه في, 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 في نص ساعه بتحكي. طب انا يعني يا جماعه لا ارحموني، انا والله جاي تعبان، وبرده نعذر الكلام ده، لكن اسمعها ولو في المشاعر، ولو 5 دقائق في المشاعر بس، ولو 5 دقائق، وانت تكوني ناصحه في توصيل المعلومه. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكل الأزواج بالصلاح ويبقوا فاهمين، اللهم أمين، اللهم أمين يا رب.